شرفنا أن تكون معنا دكتور أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. ولو اتكلمنا في الأول عن إزاي الأهالي الأباء والأمهات وحتى الإخوات الكبار إمتى يلاحظوا أو يعرفوا أن الطفل أو الطفلة ابنهم أو بنتهم ابتدى يدخل في مرحلة المراهقة، وإزاي ابتدوا يتعاملوا معاه؟ طيب، خلينا بس نوضح الأول للآباء والأمهات هي إيه مرحلة المراهقة وبتبدأ من سن كام لسن كام. زي ما حضرتك قلتي من شوية إن هي راهقة، يعني قرب أو اقترب من النضوج والرشد. هي مرحلة كلنا بنمر بيها، هي مرحلة انتقالية، فعلينا إن احنا نفهم إن هي مرحلة انتقالية ومرحلة طبيعية فيها تغيرات كتيرة جدا على الآباء والأمهات إن هم يتفهموها في البداية. يمكن هي عادة بتبقى في حدود 10 سنين، بتختلف طبعا من مجتمع لآخر على حسب ثقافة المجتمع ودرجة تحضره، ولكن هم علماء النفس قسموا المرحلة دي لثلاث أقسام. المرحلة المراهقة الأولى هي بتبقى تقريبا من 11 ل 14 سنة، وفي مرحلة المراهقة الوسطى اللي هي من 14 ل 18، والمراهقة المتأخرة اللي هي من 18 ل 21. طبعا هي مرحلة انتقالية، هي مش مستقلة بذاتها، هي بتعتمد في البداية على ما الخبرات اللي كونها الطفل في مرحلة الطفولة. في بقى طبيعي هي فيها تغيرات جسدية، بيبقى في اختلاف في نبرة الصوت، في الطول، في الوزن، في بعض التغيرات الواضحة في الشكل، في كمان تغيرات فسيولوجية، في تغيرات نفسية. ان الطفل في المرحلة دي هو بيبقى جواه صراع، لخبطة، هو أنا طفل ولا أنا كبير، أنا عايز أكبر وعايز أستقل وعايز أعتمد على نفسي أكتر وأخرج من سيطرة الأهل، وفي نفس الوقت هو استيل محتاج للدعم النفسي والإحتواء من الأهل ومش قادر أن هو يستقل عنهم. فهو دايما في مرحلة الصراع دي، أن أنا لا أنا طفل ولا أنا كبير، وفي نفس الوقت هو لو تعامل كطفل بيقولوا له أنت كبرت، ولو تعامل كرجل أو كامرأة بيبتدي يحصل مع الأسف بعض الاستهزاء بيه وبمشاعره. فهو دايما ده اللي عامل لخبطة. فالتغيرات اللي بتحصل دي على الآباء والأمهات بداية إن هم يتفهموها، ثم يأهلوا ويهيئوا الطفل ليها نفسيا قبل الوصول ليها. بمعنى إن أنا في مراحل دايما بقول أهم حاجة بتتبني مع الطفل من وهو صغير جدا إن يكون في علاقة صداقة بين الآباء وأبنائهم. دايما يبقى فيه، مش بس نستنى لما نبقى مراهقين ونبتدي إن احنا نصاحبهم، لا، بتبتدي من الطفولة، وابتدي ان انا دايما احكي له يومي عامل ازاي، واعوده ان هو يحكي لي يومه، اشاركه مشاعره واحتويه. طبعا من الاسس الاساسيه في علاقه التربيه هي القدوه، فانا ما ينفعش ان انا انهي المراهق بقى عن مثلا انه يدخن على سبيل المثال، وهو شايف الاب او الام احدهم مدخنين. فانا ببتدي ان انا اهيئه ان المراهقه دي هي مرحله انت هتتنقل فيها، بس انت هتكبر، هتبقى حد مسؤول، هتبقى حد عاقل، وابتدي ان انا احكي له تجاربي مع المراهقه، تجارب الآخرين، قصص وحكايات، بحيث ان انا افهمه ان هي مرحلة انتقالية سلسة جدا وعادية وكلنا بنمر بيها. طيب، ولكن هي بتحمل قدر ان انت كبرت، يبقى انت عقلت، مش ان انت تتصرف تصرفات طايشة او مجرد يعني استقلال عشوائي، لا، هي مرحلة فيها كثير من العقل والحكمة والتخلص من عشوائية الأطفال. طيب، الطفولة. دكتور أمل، في بعض الأسر بتتعامل مع المراهقين أولاد أو بنات عن طريق العنف. هل العنف ضروري في هذه المرحلة، ولا لازم نتعامل يعني بطريقة أكثر لينا وأكثر هدوءا بالنسبة للمراهق؟ وهل في اختلاف أصلا في التعامل بين الأولاد والبنات في مرحلة المراهقة؟ بداية العنف مرفوض في كل المراحل، سواء كان طفل أو مراهق أو أكبر. يعني العنف ده عملية مرفوضة، خصوصا في مرحلة المراهقة، ده هو حاسس أنه هو كبر، فأنا إزاي أن أنا أعامله بعنف؟ ده ما ينفعش خالص، ده هيجيب نتيجة عكسية صعبة جدا، ممكن تؤثر على حياته مستقبلا في كل الجهات. طبعا هو احنا في ثقافتنا هو اللي بنخلي فيه فرق في التعامل مع المراهق بالولد والبنت، لكن هو كتكوين المفروض ان هو ما يكونش فيه فروق. ولكن طبعا ثقافة المجتمعات الشرقية بتخلي ان الولد اكثر تمردا واكثر عنفا واكثر عدوانية شوية. يمكن حتى برضو العلماء قالوا ان في اشكال من المراهقة، في المراهقة الآمنة او السوية اللي هي
بتعدي بمشاكل بسيطه العاديه، يعني لازم برضو يبقى عندهم فكره تقبل ان طبيعي ان هيحصل مشاكل، هيحصل اخطاء، وده لازم يبقى مقبول، ولكن مش المشاكل الكارثيه. في مراهقة بنطلق عليها المراهقة الانعزالية، اللي هو بيبتدي المراهق ينسحب من المحيطين بيه، بينسحب من أسرته، أوقات بيندمج قوي مع الأصدقاء، وأوقات كمان بينسحب حتى من علاقات الأصدقاء، ويبتدي يتوحد مع ذاته، يتأملها، يحاول يفهم نفسه، يعدي المرحلة دي. وهنا برضو دي مشكلة، إنه فكرة إن أنا أنعزل وأبتعد عن الأهل ده مش صح. في الشكل الثالث وهو الشكل الأخطر بقى، اللي هي المراهقة العدوانية، اللي فيها عصبية وحدة في الطباع وتمرد ورغبة في رفض كل شيء، وأوقات مع الأسف طبعا بيبقى فيها سلوكيات وأخلاقيات منحرفة وممكن تجره لكثير من المشاكل. فمهم قوي أن الآباء والأمهات يكونوا في صداقة ما بينهم وبين أبنائهم، يحتووهم، يسمعوهم، وده كويس جدا، يقدروا مشاعرهم، مش إن هم يسخروا من مشاعرهم مهما كانوا بيتكلموا في حاجة الأب أو الأم شايفينها أنها تافهة أو حاجة زي كده. هم عليهم برضو إن هم يتذكروا إن هم أوريدي مروا بالمرحلة دي، وبرضو كان فيها شوية تخبط، ولسه هم مش كبار قوي، لسه مش فاهمين ومش مدركين.